اهتزت مدينة تيزنيت بعد زوال يوم اثنين على حادث انهيار عمارة في طور البناء مكونة من أربعة طوابق، وهو حادث مفجع بطبيعة الحال. المعطيات الأولية تتحدث عن إصابة ثلاث أشخاص بجروح، وشخص رابع مازال تحت الأنقاض يجري البحث عنه من طرف مصالح الوقاية المدنية. بطبيعة الحال حسب المعطيات أيضا المتوفرة أنه تم فتح بحث قضائي من طرف الضابط القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن الملابسات وحيثية هذه القضية، كما أنه وفقا للمعلومات أيضا المتوفرة فقد تم فتح بحث إداري من طرف السلطات المعنية لكشف أو لترتيب المسؤوليات في هذه القضية. أعيد وأذكر بأنه لحد الساعة هناك ثلاث مصابين جرى نقلهم في مرحلة أولى نحو المركز للشفاء الإقليمي الحسن الأول بمدينة تيزنيت قبل أن تتم إحالتهم على المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير، وذلك ربما لخطورة الإصابات التي تعرضوا لها. مع ديك الساعة ثلاثة ديال العشية سمعنا شي حاجة تحت، ولكن ما عرفتش شنو داك الشيء، فهمتي؟ صافي، ولكن ما خرجت باش نشوف شنو واقع، بقيت يعني غير في الدار هكاك. دابا فاش خرجت لقيت الناس في هنايا كيقول لك راه سميتو هاد العمارة تحت، حيت كيقول لك كاينين فيها ناس ميتين وشي وحدين مجروحين، ولكن باقي ما خرجتش انا في الداخل. اي مازالين كيقلبوا لحد الان فسميتو في هنايا باش يجبدوا شي واحد. مية ماشي قد هاد الشيء، هما ما كيزقوش في المني ديالهم، فهمتي؟ هاد الشيء ديالهم اصلا العمارة هادي حتى هادي راه غادي يطيح الطرف اللي بقى، يعني هاد الشيء داك الطرف اللي بقى راه غايطيح حتى هو. هاد الشيء ديالهم ما مزقاش مزيان، كون كان هاد الناس ساكنين فيها وطا عليهم هاد الشيء راه خطر عليهم، ولا كانوا عندهم وليدات صغار راه بحال هاد الشيء راه خطر، خاصهم الى يبنيو شي حاجة تكون شي حاجة مقادة وزوينة. أما الشارع خايب. كنت واجد اللحظة بحي خارج باب أقلوب مدينة تيزنيت اللي عرف انهيار عمارة في طور البناء أربعة طوابق تقريبا. الأمر حقيقة مؤسف للغاية، لأن العملية لأن الحادث أسفر عن ثلاث جرحى، اثنين منهم في حالة خطيرة تم نقلهم مباشرة إلى مدينة أكادير، فيما الحالة الثالثة لازالت تتلقى العلاجات بمستشفى الإقليمي بمدينة تيزنيت. الحالة الرابعة العملية الآن مستمرة منذ الثالثة والنصف بعد الزوال للبحث عن جثة أحد المفقودين. نتمنى أن يكون هذا الحادث أن لا يتكرر هذا الحادث مرة أخرى، وأن يفتح بحث معمق للوقوف على حيثية وظروف حدوثه. احنا توصلنا بواحد الفيديو تقريبا في توقيت الثالثة والربع اللي وقع هذا الحادث، هذا اسفر هذا الحادث الفريد من نوعه على مستوى المدينة في حالة هالة. كما تشوفوا جميع الساكنة خرجت تتبع عملية الإنقاذ. نتمنى كما قلت ألا يتكرر مثل هذه الأمور هذه، وأن يتحمل الجميع مسؤوليته. هذا الحادث يدعونا إلى حقيقة الوقوف في أي مشاريع كيفما كانت على سلامة العمال أولا، والأمر يستوجب بالضرورة فتح تحقيق والضرب بيد من الحديد على كل من سولت له نفسه المساهمة في مثل هذه الأعمال هذه، لأن إلى شتو حجم الدمار حقيقة كبير جدا، وكأن قنبلة انفجرت في عين المكان.